بتعادل غير متوقع للمنتخب الجزائري، وكمان شوط تاني بأداء غير متوقع أكتر وغياب للاعبين وإصابات للاعبين يؤدي إن الجزائر تخرج متعادلة ضد بوركينا فاسو في مباراة. الشوط الأول كان مميز جدا، ولكن الشوط التاني كان مخيب للآمال. هنتكلم عن كلام كتير جدا النهاردة عن مباراة الجزائر وبوركينا فاسو وعن جمال بالماضي وعن لعيبة الجزائر وعن كل حاجة في مباراة النهاردة. فطالما الحلقة دي وصلت لك انزل اعمل لايك، شال لايك بيوصل الحلقة لأكبر عدد من الناس وبيساعد بظهور الحلقة. لو مرة تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان الحلقة تجيلك أول بأول. يلا بينا نخش في الحلقة. حطيني رقم واحد في القصية. المنتخب الجزائري النهاردة في كذا عنصر كان غايب عنه عن المباراة. العنصر الأول وهو عطال ناحية اليمين، وبدالي كان بيلعب مهدي زفان، وفي نص الملعب كوديورا وبيلعب مكانه رامز زروكي. ورامز زروكي بالنسبة لي مش نفس قوة كوديورا، مش نفس التدخلات، مش نفس الكورة، مش نفس اللعب، أقل نوعا ما شوية، وده هنجيلك بالتفصيل كمان شوية. وبيلعب قدامهم بالـ4-2-3-1 اللي هو مبولحي، رامي عيسى مندي، وجنبه جمال بالماضي، ناحية الشمال رامي بن سبعيني، ناحية اليمين مهدي زفان، في نص الملعب اسماعيل بن ناصر ورامز زروكي، وقدامهم بيلعب بسفيان فيجولي، وناحية الشمال بيلعب بيوسف بلايلي، واليمين رياض محرز، وقدام بيلعب باسماعيل اسلام سليماني. في ان بغداد بنجاح قاعد على الدكه، وده بالنسبه لي كان شيء غريب. لماذا تقعد على الدكه بغداد بنجاح وتلعب باسلام سليماني؟ دي حاجه ما كنتش فاهمها في بدايه المباراه. ولكن الشوط الاول المنتخب الجزائري كعاده المنتخب الجزائري في جميع مبارياته من كاس 2019 هو بيلعب بالشكل ده، الضغط العالي منظم جدا، الانتشار منظم جدا في ارض الملعب، وكمان بيلعب دفاع متقدم علشان يبتدي يخلي الفريق الخصم يلعب في 30 متر بس، وان هو يبقى ضغطه في نص ملعبه، وبيلعب تقريبا الفريقين يلعبوا في نص ملعب الخصم. وده الجزائر كان ناجح يعمله في الشوط الاول، وقدر كمان يسجل من اللعب ده، سجل من ناحيتين. الناحيه الاولى بسبب الضغط العالي الشرس جدا من لعيبه المنتخب الجزائري، والحاجه الثانيه ان الجزائر لما كان بيضغط على بوركينا او بوركينا بس مش عارف كان بيفكر في ايه، انه يلعب دفاع متقدم وابتدي يضغط ويلعب على المصير التسلل ضد الجزائر، فاتضرب بجول في الدقيقه تقريبا 16 او 18 من تمريره في ظهر الدفاع لاسلام سليماني وبالعرض الفيجولي، الجول دخل حط الجول الاول. لكن الشوط الاول ككل المنتخب الجزائري كان مميز في حتتين، الحته الاولى هي الضغط العالي الشرس جدا 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 على بوركينا فاسو، وكان بيحاول يغلطوا بوركينا فاسو في نص الملعب. والحاجه الثانيه اللي كانت مميزه جدا وانا معجب بيها من زمان قوي اصلا مع الجزائر هي التحول من الهجوم للدفاع بشكل منظم بشكل منمط، واللي هم يرجعوا يقفوا في مناطقهم من غير اي ارتباك، يرجعوا ينظموا نفسهم يقفوا في نص ملعبهم من غير اي ارتباك، في ظل ان سفيان فيجولي بيلعب لاعب صانع العاب، ولكن في شكل الدفاع سفيان فيجولي كان بينزل لاعب نمره 8 جنب اسماعيل بن ناصر وجنب زروكي في نص ملعب، وبثلاثي في نص الملعب منظم جدا مقفل جدا في نص الملعب، مش بيخلي مساحه للبوركينيين ان هم يعدوا من نص ملعب الجزائر عشان يوصل للدفاع، كانش بيعدي من نص الملعب اصلا. وبصراحه زي ما المعلق كان بيقول احنا بنفرق على المباراه اللي عنده اسماعيل بن ناصر ما يخافش. فعلا دي مقوله حقيقيه جدا 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 وواقعيه جدا جدا جدا، اللي عنده اسماعيل بن ناصر في الفريق ما يخافش. اسماعيل بن ناصر ما كانش حرفيا بيعدي لاعب من بوركينا فاسو، ضغط كويس جدا على حامل الكرة، استخلاص للكرة كويس جدا من غير اي فاولات ومن غير اي انذارات، لاعب مميز جدا في كل حاجه، بصير كويس، بيلعب بياخد الكرة ويلعبها بصات مميزه جدا جدا جدا. ولكن اسماعيل بن ناصر كان بيعمل دور دفاعي اكبر بسبب ان جنبه رامز زروكي. رامز ما عجبنيش تماما، ما عجبنيش ولا حتى في بدايه الهجمه، في بدايه اللعب اللي هو بينزل لعيسى مندي وجمال بالماضي عشان جمال بالعمري عشان يبتدي يستلم منهم الكوره ويبدا الهجمه، برده ما كانش عاجبني تماما. اوقات بيستلم الكوره تطول منه ويستلم الكوره يلعب كوره طويله في ظهر المدافعين بتاع بوركينا، ما كانش توصل للاعبين. والحاجه الثالثه اللي انا ما كنتش فاهمها، بعض اللاعبين في ارضيه الملعب مش دون المستوى، مش في مستواه، زي مثلا يوسف بلايلي. يوسف بلايلي النهارده كان بيلعب في ارضيه الملعب، وانت عندك على الدكه سعيد بالرحمه، سعيد بالرحمه اللي بيطلع نار من بقه في الدوري الانجليزي، ما عدا على الدكه بتلعب يوسف بلايلي اللي بيلعب في الدوري القطري، ومستواه مش زي مستواه مثلا في 2019، مستوى اقل درجتين. والحاجه الثانيه في ارض الملعب برده اسلام سليماني، اسلام سليماني مهاجم كبير، مهاجم تقيل، جاب 4 تجوان المباراه اللي فاتت جيبوتي، ولكن انت عندك بغداد بنجاح في مباراه تقيله مش زي مباراه جيبوتي، مباراه بوركينا فاسو مباراه تقيله،
بوركينا فاسو فريق منظم، فريق كويس، وليتا تلعب قدامه من غير بغداد بونجاح، دي كانت حاجة غريبة من جمال بالماضي. مش عارف كان بيفكر في ايه. بغداد بونجاح هيفيدك جدا في الضغط العالي، هيفيدك جدا في كسب الكرات العالية، هيفيدك بسرعته وجسمه الكويس جدا اللي يقدر يحط جسمه مع مدافعين المنتخب البوركيني، ولكن انت بعده جنبك على الدكة كان شيء غريب جدا. ولكن جمال بالماضي رهانه كسبه الشوط الاول، رهانه كسبه الشوط الاول، لان انا هلعب بشكلي، هلعب بفريقي، هلعب بنفس التكتيك ونفس الشكل، ولكن العناصر اللي في ارض الملعب ممكن يتغيروا عادي جدا. ممكن العب من غير كديورة، ممكن انزل بليلي وهو مستواه مش مميز، ممكن العب ببغداد بنجاح، الابراهيمي ما بيلعبش بيه من ايام 2019 مش فاهم ليه، مهدي سفان بيلعب النهارده على يوسف عطال. فانت الكل الكلام دوت جمال بالماضي قدر يكسب الرهان في الشوط الاول، اللي هو انا هلعب بطريقتي، هلعب بفريقي، هلعب مش هيهمني الغيابات، وقدر يخرج الشوط الاول 1-0 بأداء مميز جدا، سواء على الضغط دفاعيا هجوميا على صعيد كل حاجه. ولكن بقى، ولكن اللي احنا هنجيلها ونتكلم كتير قوي في الشوط الثاني. الشوط الثاني المنتخب الجزائري بيلعب بشكل انا اول مره اشوفه تحت قياده جمال بالماضي بصراحه. الفريق مش اقول لك دخل برعونه، ولكن الفريق دخل الشوط الثاني هادي شويه. بس الشوط الاول، الشوط الاول انت في بدايه الشوط بتضغط ضغط شرس، بتحاول تستخلص الكوره من منطقه جزاء او من نص ملعب بوركينا فاسو، بتحاول الكوره لو اتقطعت منك تستخلصها في نفس مكانها. كل الكلام ده كنت بتحاول تعمله الشوط الاول، لكن الشوط الثاني انت اهدى كتير. انت كنت بتسيب بوركينا فاسو يبدا الهجمه ويحضر اللعب براحته من غير اي ضغط. ابتديت تتراجع في نص ملعبك بدون اي لازمه، من غير اي لازمه رجعت في نص ملعبك. ابتديت تعمل تغييرات ملهاش اي علاقه يعني مش فاهمها. ليه خرجت سفيان في جول ونزلت بالكبله؟ لماذا؟ يعني لماذا؟ بالكبله نزل ما قدمش اي شيء، ما عملش اي شيء. فالتغيير الثاني اللي هو في ناحيه الشمال نوفل، مش هعلق عليه كتير، لان رامي بن 70 اتصف الضمه وخرج، ان شاء الله تكون اصابه خفيفه، وخرج ونزل بداله نوفل. مش هعلق على نوفل، نوفل برده مستواه ما كانش مميز. الجزائر الغريب ان انت معاك لاعبين مش، او السكواد بتاعك مش نفس سكواد 2019 في كاس الامم الافريقيه، او حتى تصفيات كاس امم افريقيا. دي حاجه انا مش فاهمها، ما كنتش متابع منتخب الجزائر الفتره الاخيره، ما شفتش مباراه جيبوتي اللي كسبوا بالمناسبه فيها 8-0، ولكن منتخب الجيبوتي مش المنتخب المقياس للمنتخب الجزائري من وجهه نظري. منتخب جيبوتي مش منتخب اللي احنا نقول ده منتخب الجزائر اه كويس ضد المنتخب ده، لا، احنا نقيم منتخب الجزائر ضد منتخب تقيل، ضد منتخب بوركينا، ضد منتخب نيجيريا، ضد كوت ديفوار، ضد الكاميرون، ضد مصر، ضد تونس، ضد المغرب، وهكذا. ولكن ضد جيبوتي كسبت 8 ومباراه كحصه تدريبيه، ولما جيت قدام بوركينا فاسو وريحت الشوط الثاني وابتديت تنزل بمستواك وترجع في نص ملعبك وتسيب الحريه لبوركينا فاسو، لبست جون وما قدرتش تعوض، ما لحقتش ترجع في المباراه. لبست جون بوركينا قدرت تحافظ على الكون كويس جدا جدا جدا. الرعونه الدفاعيه في الجون بتاع بوركينا اتمنى ما اشوفوش ثاني. كان في رعونه، مهدي زفان يبقى ما ضغطش بقوه، عيسى مندي ما ضغطش بقوه، وعدى اللاعب بتاع بوركينا من وسط المدافعين، من وسط جمال بالعمري، من وسط زروكي، وكل دول عدى ما بينهم ودخل حط الجون التعادل للمنتخب البوركيني. منتخب الجزائر قدم شوط اول يدرس، ولكن شوط ثاني من غير اي لازمه. شفنا شوط ثاني غريب جدا من المنتخب الجزائري، وانا يعني على ما اعتقد كل الجزائريين اللي بيشوفوا الفيديو ده متفقين معايا في ده، ان المنتخب الجزائري الشوط الثاني كان شكله مخلخل سواء دفاعيا او هجوميا. وحتى التدعيمات اللي انت حاولت تدعمها الشوط الثاني دعمتها متاخر قوي، دعمتها في الدقيقه 70 او في الدقيقه 75، ما نزلت سعيد بن رحمه ونزلت بغداد بن نجيح، كانوا دول المفروض من بدري شويتين. اللي انت كسبان 1-0 برده نتيجه مش مطمئنه، انت 1-0 المفروض بعد ال 1-0 تضغط وتجيب الثاني عشان تريح نفسك، تهدي فريقك. ولكن انت هديت فريقك على 1-0 وبدات تعمل تغييرات، اللي انت ابتديت تجرب بال 1-0 فلبست جون وخرجت 1-1 من غير اي لازمه. وزي ما كاتب في الثمنيل، لماذا تعادلت الجزائر؟ بسبب رعونه لعيبه الجزائر، ده واحد، وبسبب هدوء، وبسبب ان جمال بالماضي ابتدى اللي هو يضمن المباراه زياده عن اللزوم، فالجزائر تعادلت. تعادل مش نهايه العالم، تعادل مش نهايه العالم، هو لسه في بدايه المباريات، كسبت مباراه، تعادلت مباراه، لسه عندك في شهر 10 مباراتين ضد نيجر، ان شاء الله نقدر ناخد منهم 6 بونت ونقدر نكمل في الرحله لكاس العالم، وان شاء الله المنتخب الجزائري في طريقه الى روسيا من غير اي لعبقه، من غير اي حاجه باذن الله تعالى. ومنتخب الجزائري النهارده
اي نعم ما قدمش المباراه المطلوبه، ولكن هارد لك لكل الجمهور الجزائري وهارد لك للجزائر. اتمنى المباراه الجايه نشوف الجزائر بوجهه الحقيقي، ومنتخب الجزائر ما يبتديش اللي هو يريح بعد الجول الاول، لا بعد الجول الاول نسجل الجول الثاني ونسجل الثالث بعد كده نريح زي ما احنا عايزين، او نقدم شكلنا اللي احنا قدمناه طول السنتين اللي فاتوا وشد الثاني. اتمنى ما يتكررش ثاني مع المنتخب الجزائري وجمال بالماضي. في الاول وفي الاخر ده راي شخص واحد، هو رايي انا في المباراه. قول رايك انت في مباراه الجزائر في الكومنتس، قول توقعاتك لمباراه الجزائر القادمه ضد النيجر سواء في النيجر او في الجزائر، قول توقعاتك كومنتس. لو حالك بدل ما تعمل لايك عشان اللايك بيوصل لحالك براعي الناس وبيساعدنا في الظهور، فانزل اعمل لايك لشخص اي حاجه، اول مره نعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان الحلقه تجيلك اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك وتويتر وكان معاك مصطفى. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.